من جديد صباح الخيرات لكل حدا انضم لنا ولا مشوارنا الصباحي لهيدا اليوم. كنا عم نسأل ببداية الحلقة الحياة هي شو؟ وهل الحب بيزيد جمال أم بتزيد المشاكل؟ هلأ من الشغلات الأساسية بالحياة واللي بالفعل بتعطي معنى للحياة هنن الأطفال، بالرغم من تعبهم وقدي نحن لازم نهتم فيهم، خاصة بحال كان الطفل الأول العذاب اللي بتعيشه الأم بهيدي المرحلة، ولكن دائما الأطفال هنن اللي بيعطوا هيدي المعنى لحياتهم. طبعا الأطفال الشغل الشاغل بيصير الأهل ايمت لازم يبلشوا يتحركوا، ايمت لازم يبلشوا يحكوا، ايمت لازم يبلشوا يقعدوا، ضغط المحيط، ابنك ما قعد، ابنك ما حكى، ابنك ما مشي، فبتصير في نوع من التوتر. لحتى نحكي عن التطورات الحسية الحركية عند الأطفال بيسعدنا نقول صباح الخير ونرحب بضيفتنا اللي صارت معنا بالأستوديو أخصائية التربية الخاصة ولاء شيخ خميس. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. صباح الخير. صباح النور. بداية خلينا هيك نفهم أستاذي كتعريف، ما هو التطور الحسي الحركي عند الأطفال؟ هلا التطور الحسي الحركي بالشيء العلمي كعلمي هو بيبدأ من المخ وبينزل تدريجيا لجسم الطفل، فهو كحركة وكحسي بيبدأ من اللمسات الأولى ببطن الأم، فهي عبر التلبيط، عبر الأم اللي بتحسه، فهي النقطة الأساسية. نحن منبلش التطور الحركي الأم بتلاحظه دائما من الأشهر الخمسة الأولى للجنين مثل ما منقول، بس بالتعريف العامة الحس الحركي هو الإشارات اللي بيعطيها الدماغ من الإحساس للحركة، طبعا تبدأ من الخمس شهور لثلاث سنوات. طبعا الفروقات الفردية بتفرق بين طفل والتاني تماما، بس دائما دائما عندنا ملكات خاصة، هاي الملكات الخاصة بتعطي إشارات للمخ تنتقل من الإحساس إلى الحركة عبر الأيام والأشهر الطبيعية للطفل. طبعا الأم هي اللي بتنتبه إنه هو هذا التطور الحسي الحركي هل طبيعي عن طفلي كنمو أو لا. فعن كتير مهم إنه نحن نراقب هيدا التطور الحسي الحركي عند يعني الأم، كتير عندها مهمة صعبة لحتى تراقب، سواء لما بيكون الطفل جنين، بعدين حتى لما بيصير في إنه هو دون عمر يمكن الخمس سنوات، نحن لازم نراقب هيدي الحركات. تمام. هلأ هي المراقبة دائما نحن أنا كتير بعطي هذا الضوء للأم، فالمراقبة بالحركات وبالإحساس هي من عمر الشهرين. فالطفل وقت بيكون بمرحلة الرضاعة فهو التواصل بين الأم والطفل، ما حدا بيكتشفه غير الأم. صحيح. هي دائما بالتواصل البصري بإشارة الإيد مع الإجر، هو وعم يرضع بحركاته، مثلا أنت عم تلعبها هو عم يرد عليك بابتسامة. صحيح. فهي الابتسامة هي عم تعطينا شيء حركي حسي هو إسا ما قادر يعبر، فهو بيعبر بابتسامات الوش، بيعبر بحركات الإيدين والإجرين. طبعا لجانب شيء ضروري نحن منحطه هو الدكتور. نحن دائما بننصح كل طفل يكون عنده دكتوره الخاص من وقت الولادة، فنحن كل منقول كل 12 شهر، يعني كل ما الطفل يمرق عليه سنة كاملة يقاس الوزن، الطول، القد بشكل عام، يدين رجلين مثل ما منقول كله، الوزن هو اللي بيعطينا الإشارة كنمو طبيعي حسي حركي غير الحياة الطبيعية أو البيئية بالمنزل. إذن المراقبة ما دون خمس سنوات يجب أن تكون بشكل متتالي عند شخص مختص. تماما، أخصائي. طيب بحال يعني صار في عنا كيف هيك ملاحظات على الشخص على الطفل اللي بيكون عنده إفراط بهي الحركة؟ هلأ نحن دائما منلاحظ، نحن من عمر الشهرين قادرين نلاحظ دائما النمو الحسي الحركي. أول شيء مثل ما منقول إذا بيقلب على بطنه، عم نحكي بالعامية لسهل الموضوع، إذا بيقلب على بطنه هذا بعمر الشهرين بيكون ممتاز. ثلاث شهور، أنا عم بحكي تدريجيا، ثلاث شهور ببلش يحرك إيده وإجره سوا. بالأربع شهور ببلش يقلب، نحن منخاف وقتها منوصي الأهالي يحطوا مخدات لأنه بيكون عنده القوى دبل مثل ما منقول. طبعا هون بيجي دور الأم، يعني من عمر الشهرين للعمر الأربع شهور إذا طفلي ما عم يعمل هالأمور فنحن عنا مشكلة. نحن هون منبلش نوقف إنه ليش هو ما عم يعطينا. طبعا بوصل لعمر الست شهور لازم يكون في إشارات مناغات مثل ما منقول، إشارات بالتواصل، عم يميز الألوان. هلأ حتى تمييز الألوان هو حسي حركي، فهو وقت أنت هو نايم تحطي له البالون فهو رح يطلع إيده وإجراه وينبسط. هو هذه إشارات كتير بتساعدنا على النمو وبتعطينا إشارة إذا الطفل ما عم يستجيب في مشكلة. بعمر السبع شهور لازم مثل يحبو مثل ما منقول، ببلش طبعا
دائما دائما بركز على كلمة فروقات فردية. في أطفال من 6 شهور، في أطفال من 9 شهور، أنا ما أقدر عمم، بس بشكل عام عم بحكي بالعمر الطبيعي. عمر الطبيعي. بعمر 8 شهور لـ9 شهور ببلش الطفل يقعد يقوم لو نحن مسندينه. نحن تدريجيا لنوصل للعمر 3 سنوات. 3 سنوات لازم الطفل يكون عم يمشي ويطلع وينزل تماما. من عمر 2.5 لـ3 سنوات ما عطاني، هون المشكلة كتير كتير واضحة وبدنا استشاري أو بيحولونا على أخصائيين يعني بقى. هلا هون منشان ما يخافوا الأمهات اللي عم بيسمعونا، أكيد في فروقات فردية تماماً. بس لازم أنا أنتبه أن هذون الحركات اللي لازم يعملها بناء على الأشهر لازم أنا راقبه، منشان ما وصل لعمر 2.5 سنة أنا كون أنه الطفل عندي مانو عم يتحرك، أنا لازم كون مكتشفته لهيدا الحكي من قبل. هلا دائما بيكون في فروقات فردية، وبيكون في أحيانا مثل ما بنسميها مشاكل عضوية، مثل خلع ولادي، مثل مشكلة بالإجر. تماماً. أنا هيدول أنا ما فيني بستثنيهم كمشي، مثل مثلا طفل إنه هو ما بيعرف. في أطفال يعني هنا بدك تعلميهم. في أطفال عندهم رخاوة. فهيدول كلهم نحن مندربهم عليهم، بس للعمر الأساسي يعني من 2 لـ3 سنوات طفلي لازم يكون طبيعي عم ينط ويروح ويجي وأموره تمام. تمام. إذا بدنا نشرح شو هو الذكاء الحركي عند الطفل وكيف ممكن نحن نعزز هذا هلا الذكاء الحركي عند الطفل ببلش من 6 شهور. الذكاء الحركي هو كتير كتير إذا الطفل ببينه فبيكون عنده حدة الذكاء ما شاء الله تمام كتير كتير. الذكاء الحركي هو يعني يحرك مثلا الألعاب على رياحته هو، يعني مثلا في لعبة بعيدة عنه بيجيبها على الجهة القادر هو يحرك جسمه فيها. مثلا البازلات هي الصعبة قادر يرتبها بعمر أقل من عمره. هون منسميها الذكاء الحركي. قادر يوجه حركات أي عيل أي يعني أي حدا موجود بالعيلة اتجاهه بحركة منه، فهون نحن منسميها الذكاء الحركي. الذكاء الحركي قادرين نحن نعززه جدا جدا بالبزل، بالمعجون. قادرين نحن نخلاه هو يخترع حركات نحن نقلده فيها. الذكاء الحركي هو عبارة يعني المختصر المفيد مثل ما منقول هو عبارة عن الذكاء اللي بيكونه الإدراك المعرفي. فهو الحركي بيعطيه إشارة للإدراك المعرفي خلاه الطفل يطلع أحلى ما عنده مثل ما منقول. طبعا هلأ نحن كتير كتير انتشرت الحضارة عنا، فالوسائل جدا جدا واسعة للذكاء الحركي، بس نحن من ناحيتنا كمدربين وأخصائيين نحن منحاول نخلي الطفل يطلع الذكاء الحركي بشي يدوي. وقت بيطلعه بيدوي فهو بحبه زيادة. صحيح. وبيعطاه ملكات زيادة ليطلع شيء أحسن عنده. نحن هون أمت ممكن نبلش بتحسين او تعزيز الذكاء الحركي باي عمر؟ نحن من عمر 2.5 قادرين نعمل مع الطفل شو ما ينفع، سواء ذكاء حركي، نمو، ادراك. الطفل هو بيكون مثل قادر يستقبل اي شيء من 2.5. وتطور الكلام يعني كمان هو مرافق للتطور الحركي. تمام. هلا التطور الكلام مثل وقت بيسمع اشارات، إسا طبعا هو ما قادر يلفظها فبيعطيها إشارات بإيده. تمام. تطور الكلام هو قادر من 2 يعيد اللي أنا عم بحكي أو ينغم اللي أنا عم بحكي. فهو مدى ما نغم اللي أنا عم بحكي فهو هذا ذكاء حركي. هو ما قادر يلفظها بس عم يلفت لي انتباهي. تمام. وقت بيلفت لي انتباهي هذه حركة منه إنه هو بلش يطلع الكلام. طبعا تقليد الكلام ممتاز بيكون. طبعا مهارات التقليد كتير بتساعدنا بالذكاء الحركي. لأنه مدى الطفل ما طلع عنده ذكاء حركي فمن واجب الأم تعمل حركات تقليد ليرجع هو يقلدها. فهيك أوتوماتيكيا بيكون عنا اللغة والنطق من 2 صارت طب عند الطفل. حلو حلو. عم نحكي عن دور الأم وعم نحكي عن ده هي لازم تكون مهتمة بأدق التفاصيل. شو ممكن هي تعمل الأم بهيدي الحالة؟ كيف ممكن؟ وفي نقطة كتير مهمة، البيئة المحيطة، أنه بتعرف العادات والتقاليد. وقت ابنك لازم يكون مشي، ابنك لازم يكون تحرك، هيدا كله بتصير فيه ضغوط حتى لو هي كانت بتعرف أنه كل في فروقات فردية، ولكن نوصل لمرحلة أن الأم متوترة ما بقى صار ممكن تنتبه على أدق التفاصيل اللي عم تحيط بهيدا الولد. هلا الأم إلى دور أساسي بالموضوع، هي بتلاحظ إذا ابنها متأخر ولا لا. تمام. وقت بيكون متأخر بعمر مبكر نحن قادرين نلحقه. نحن عنا أطفال كتير كتير عندهم رخاوة كانوا ما قادرين يمشوا على درج، نحن دربناهم فأوتوماتيكيا صاروا يطلعوا وهن أخذوا العادة مننا، فصاروا شو بدون ما نحن ندربهم صاروا يتدربوا لحالهم أو صارت عندهم مهارة أو مثل لعبة. فالأم هي الدور الأساسي تنتبه على حركة ابنها. أنا ما قادر أقول على أي طفل عنده فرط نشاط. تمام. نحن كتير منتشر عنا هالقصة. صحيح. إنه أي طفل حركي هو فرط
النشاط. نحن عنا الحركة الفرط النشاط بيكون يعني ما بينام، بيكون ما بيقعد ولا لحظة، ما موجود الأكل. فأنا ما قادرة أحكم على أي طفل إنه هو إذا كتير كتير حركته عالة يكون عندي فرط نشاط. لا، هو وقت حركته عالة بتكون ما منظمة حركته، بتكون الأم ما قادرة ترتب روتينه لحتى هو يعرف وين يحط حركته مثل ما منقول. فالأم بهيك حالات أول شيء الاستشارة العضوية للدكاترة الأطفال. تاني شيء إذا ما في شيء بيحولوا لعنا، فنحن بنشتغل على النمو الحركي، بنسميه هذا مثل ما بنسميه الحركي الدقيق. تمام، بنشتغل على ملكات الأطفال الدقيقة واللي هي الإيدين أكتر شيء، بيكون الحركات فيها بطيئة والإجرين. فبنعمل مثل معالجات نفسية ومن بعدين معالجات فيزيائية، بنعلمها للأم كيف الطفل يشتغل. بس الطفل دائما بينتج معنا. ليش؟ لأنه نحن عم نعلمه شيء هو بده إياه بس ما قدران يعمله. صحيح. فنحن وقت منحطه على الطريق بيمشي لحاله. يعني ما في الطفل نحن عم نعلمه المشي بياخد معي شهرين وثلاثة، ماكسيموم بياخد 3 أسابيع أو شهر يعني، وبيكون ماشي تمام. إذا ما كان في مشكلة عضوية تماما. فالأم هيك دورها دائما دائما التدريب بالبيت على الحركات البسيطه والدقيقه، نحن بنسميها كمعجون، كاي لعبه، اي ضغط على الاصابع الايدين والاجرين. دائما دائما نحن كثير كثير انا بنصح فيها عمليه التوازن للطفل، هي حسي حركي دقيق وممتازة وذكاء حركي، واللي هي من مشاة على مثل ما منسمي على التوازن بالايدين والاجرين. هيدي بتنمي له كل النمو الحركي اللي ناقصه. حلو. ودائما دائما بالحركي الحسي للأطفال نحن دائما، وأنا بنصح الأهالي فيها والأمهات، أول ما يمشي ابني ما تجبره، لأنه أحيانا ما في قوى بإجراء الفروقات الفردية، بحطه بالكراجة مثلا أو شيء، فهو بيأثر الحركة عنده. فنحن دائما أطفالنا مندربهم على المشي بالعكس، رجعوا لورا. تمام، مشي انا بمسك له ايده ويرجع لورا، فاوتوماتيكيا هو بده يشدني لقدام. اسبوع اثنين بيمشي لحاله. فهي النقطه الاساسيه للامهات. هاي الفكره اللي ممكن رده فعل منه كانت تماما. لكن اذا بدنا نحكي عن ردود فعل اخرى، يعني من خلال اللعب، من خلال شو هي التطورات بهذا الموضوع بردود الافعال ان كانت طبيعيه او غير طبيعيه؟ ردود الافعال للاطفال بهيك امور اذا هو فعلا مقيد وما عرفان يتحرك، فهو كتير كتير بيكون الوضع سيء، صراخ، بكاء، تشتت، ما قدران يعبر، فهون الام بتضيع. النقطة الأساسية اللي نحن مندور عليها نعرف النقطة الضعف ونشتغل عليها. الردود الثاني إذا فعلا هو بيتحرك لدرجة معينة أو فوق المعينة، نحن هون بنعمل مثل برامج معينة وتقايم لحتى نفسر هل هذا فرط نشاط ولا هي حركة من ذكائه أو من طاقاته المكبوتة. فردود الفعل بتختلف من طفل لتاني. الطفل الطبيعي فعادي يقوم وينط ويروح ويجي ويطلع. فالطفل اللي عنده مشكلة بالحركة هو ما عاد يضل قاعد، ما عاد يضل إنه إذا أنت بدك تشده وما قادر يجيب هالغرض اللي أنت أعطيته إياه أو يمد إيده، فنحن هم نسمي في مشكلة. والطفل اللي ما قاعد يقعد عنا تقايم لنحور القصة إذا فرط نشاط ولا لا. هلا هون في كتير من الأطفال بيعانوا من نوع بيقولوا الأهالي بدنا نتأكد منه إنه والله هو عنيد ما حابب يعمل لهيدي الحركة، هو قادر بس هو بده، قادر بس ما بده، يعني ما عم بيرد علينا مثلا. طبعا. أحيانا بنضطر نحطه بالكراجة مثلا، أحيانا بنشوفه مثلا عم يوقف على الأغراض هي بالبداية، بعدين نحن إنه أمشي ما بنشوفه إنه قعد وما بده. هاي كيف نحن ممكن نتعامل؟ وهي استخدام الكراجة اللي نحن كتير دارجة، هي شيء صحي أو ممكن تؤدي لأمراض لا سمح الله؟ ممكن الرجلين مثلا عن طريق حركة معينة تتقوص مثل ما بنقول. هلأ نحن دائما دائما بعمر 9 شهور للسنة قادرين نحط الطفل. اصلا انا اسفه للكلمه، الام هي بتعرف اذا ابنها قادر يوقف عصبات على الارض حطها بالكراجه. فاذا ما عنده الملكات القويه للاجرين او القدمين، فهي اجباري وقت بده يجره او تجره، فهي في تقل عم يرك على اجره. تمام. فاجباري بده يكون في تقوص، او اجباري القدم ما رح تنزل على الاجر مثل ما بنقول، فبيصير عنا اختلال بالمشي. تمام. هي النقطه الاساسيه. اما نحن نحط الاغراض او هو الاغراض اللي هو اجباري الطفل عم يكتشف شيء، فهو وقف وما بقى محتاج الماما لحتى ياخد أي شيء، كاسة أو لعبة. صحيح. فهو إجباري بده يمشي. فأنا بحط قدامه أهداف معينة أنا بدي إياها يوصل إلى، فأنا مثل بعمل هدفين بهدف واحد، يجيب الغرض اللي بدي إياه، يسميه
ويعرف وين رايح ويمشي. طبعا انا حاميته كمشي مثل ما بنقول، نحن بننصح بالسفنج بكل شيء مشان ما ينضرب او ياكل ضربات، بس مع هيك اي طفل بيوقع احيانا بتقلي الام لدرجه انه انا عيطت بلش يمشي، بلش ما بقى يمشي، وقع كملي امسكاه وخلاه يمشي، رجع وقع كملي عززه، لانه الطفل هو عنده دافع، يا انت بتقواه يا انت بتخفضه. بتشوف الاطفال بيخافوا بيبطلوا يتحركوا، فلهيك نحن بيوقف عنا قصه العناد، العناد لانه وقت انا سمعت صوت الماما انه خافت لا بده يصير شيء، فانا بطل امشي على وعند وما بقى اجيب هالغرض، مع انه هو لازم يمشي، فخلص انا عم بخطي الخطوه، فهو قادر جسم الطفل ما دام خطا خطوه المشي فخلص قادر هو يمشيها. حلو. فانا بدي ادفعه لو وقع ارجع ادفعه، هيك العناد بيتنحى زياده. ذكرت نقطه كثير مهمه حضرتك، انه رده فعله كانت على الصراخ هو انه ما عاد يمشي. اذا بدنا نحكي عن ردود افعال الطفل بامور ثانيه غير المشي، شو اللي بياثر عليها بشكل سلبي؟ اكثر شيء بياثر علي رده فعل الام والاب قدام المجتمع مثل ما منقول، فنحن بالبيت قادرين نرد رد الفعل اللي بدنا اياه، بس دائما دائما نفسية الطفل كتير كتير بتهمنا قدام المجتمع الخارجي مثل ما منقول. كيف بيأثر يعني؟ شو الشيء النفسي اللي بيأثر يعني على الطفل؟ بيأثر على الطفل، هو بيطلع بالماما والبابا انه انت ما عندك ثقة فيني، هو بيفهم ما تفكروا ما بيفهم. يعني انا عم بعمل هالشغلة، بيطلع انه ليش ما انبسط البابا والماما، لا انا ما بدي تعزيز بالبيت، انا بدي تعزيز برا اكثر من تعزيز بالبيت، انا بعرف بالبيت شو بدك تعمل معي. فردود الفعل لنفسيات الطفل طبعا دائما بدها ذكاء، رده الفعل للطفل لانه الطفل عنده ذكاء، فوقت انا بدي رد على فعله بدي اعرف شو بدي رد، فهيدي رايحه عن بال الامهات والاباء انه انا لازم القط شو رد. ففي اباء وامهات ما في بال طويل يلا وبسرعه والى اخره، لا الطفل على النقره بدقق، على النقره بده تعزيز مثل ما بنقول، اي حركه بيعملها هو لفت انتباه. صحيح. بده رده فعل عليا، اذا ما عجبته رده الفعل فبيعمل شيء يزعجك حتى ترد فعل ثاني مره. فهيدي الاشارات المعينه للاباء والامهات. احيانا في كثير من الاهل يمكن بخافوا مثلا، هي خاصه عند الطفل الاول هي بتبين اكثر شيء، حركه معينه ما عملها الطفل طبعا ما في مشاكل عضويه خلينا نقول، فبتقوم الام بتخاف انه خلص ما بدي اعذبه. هون كيف نحن ممكن نكسر هيدا الخوف عند الاهل؟ مثل ما حكيتي حضرتك من شوي، اذا وقع مره ممكن هي تعمل رده فعل انه لا وقع ما بقى بدي اياه، او خبطت راسه اكثر شيء الطفل يمكن بهيدا. شو ممكن نعمل نحن بهيدي الحاله؟ هلا نحن بنسميها دائما للطفل الاول من الام الحمايه الزائده. يعني قد ما بتخاف عليه قد ما بتدلله فهو الطفل بينضر مثل ما منقول، فنحن وقت طفلنا بدنا اياه يكون كامل بكل شيء، واكيد كل الامهات بترقد على هالنقطه، نحن بنعلمه شيء، بدنا ثقافه مثل ما منقول ثقافه. يعني بكل شهر في شيء تعليمي للطفل، تمام؟ هو لو ما اعطاك رده فعل هو عم يخزن. حلو. هو لو ما عمل لي الحركه انا ما عندي مشكله، انا بعرف عم ياخذ. هو الوارد يطلعها لرفقاته، وارد يطلع على مجتمع العيلة، ما وارد يطلع على الماما والبابا. تمام، هي النقطة الأساسية. فالطفل الأم شو ما علمته ولو ما رد علي تكمل لأنه هو عم يخزن. قامت نحن مثل ما منقول بمخ الطفل مثل ما منقول في مخازن، مخزن النطق، مخزن الذاكرة، مخزن التركيز. فالنطق إذا ما كمل 2500 مفردة ما بيعطيكي صار الكلمات. حلو. فنحن شو منقول؟ احكي، خليكي عم تحكي، خليكي بتركيز مع الطفل. ايمت من كان بتقلك فجأة الام ما بقى عم يسكت، اوتوماتيكيا هو اخذ منك الكلام من زمان. حلو. ومخزن لحتى وصل لمرحلة حكى كل شيء، لحتى وصل لمرحلة قلد مهاراتك بكل شيء. فالام ما توقف على فكرة انه هي ما عم يقلد الطفل او ما عم يمشي، كملي وهو اوتوماتيكيا عم ياخذ ليعطيكي بعده. حلو كتير. قديش هذا الكلام يعني حساس وغايب ممكن عن تفكير او عقول كثير من الامهات؟ يعني ممكن بيقولوا خلاص بنتركه على راحته او الى اخره. فكره المراقبه، فكره الاستشاره، فكره هذا الموضوع بشكل عام يعني يكون ملم، تمام، قديش مهم لتعزيز الطفل؟ هلا كثير كثير صار كثير صار مهم بحياتنا فكره انه الاستشاره عن جد. الاستشاره هي الفكره. جدا جدا الاستشاره معي، حتى نحن اللي بنعرف نحن بنضل عم نتثقف كل شيء كل يوم. صح. كل شيء في جديد. جديد كل يوم في شيء جديد لدرجه انه نحن عم نستغرب هذا الجديد. صح. فالامهات كثير كثير ضروري الثقافه، لانه نحن بمجتمع وبعقول اطفال ما شاء الله الذكاء، بس الذكاء موجه لشيء ما نو البدنا يا مثل ما من
نقول. صحيح. فنحن الاستشارات انه ابني عمل هيك، ابني سوى هيك، طبعا نحن كثير عم نعاني من فكره انه بيفتحوا على جوجل وعلى النت، لك لا لا هي الشغله لا. صحيح. لانه كل طفل له فروقاته الفرديه، من الطفل الاول للطفل الثاني بتقلي الام هذا غير الثاني، بقول لها تمام رح يكون هذا غير الثاني. كذلك انه نحن بنشوف مجموعات وبنقرر وبنقيم على اساسها بنقول هذا بصير وهذا ما بصير. صحيح. انا ما قادره احكم على الطفل من اول حركه. صحيح. ما قادره احكم على الطفل انه اذا مره ما استجاب لي، يعني هو ما بيفهم، نحن بنعطي 5 استجابات. اذا استجاب لي 3 يعني الطفل توب. تمام. اذا استجاب لي 1 قادر يستجيب، اللي بيستجيب مره بيستجيب ثاني مره، اللي الاستشارات لو ما استجاب طب دربه بيستجيب. هو طفل. فهمتي شو النقطة؟ فنحن وقت منضل على أطفالنا ومع استشارات الأمهات والثقافة منقدر نتخطى هيك أمور بقى. يمكن جوجل والبحث على جوجل، يعني أحيانا نحن المصادر المعلومات بتكون خطأ، فأنا بوقع بمشاكل كتير كبيرة. وحتى العادات والتقاليد المنتشرة قد عم بتأثر على تربية الأطفال، إضافة للمقارنة. يعني أنا بشوف بنت جيراني إنه والله مشت في هذا الوقت، بيجي بركة على ابني بده يمشي بهذا الوقت. أديها في مخاطر بهيدا الاتباع هيدي الأساليب. خلينا هلأ في مخاطر كتير كتير بالمقارنة، وفي مخاطر بالمعلومة الخاطئة. تمام. يعني أنا كتير كتير نحن مصرين ما أي طفل حركي طفل فرط نشاط. لك لا بيعطوكي إعاقة في حركات نمطية، لا ما دخل فرط النشاط. في أطفال عندهم طاقات هائلة ما مخدمة بما هو بيطلبه. صح. تماما ما عم يفرغها بشكل صح، فاجباري هو بده يكون عنده حركه زايده. اجباري وقت الطفل ما عنده شيء يلتهي فبده يضل عم ينط. صح. نجي عم نقارن، والله بنت جيراننا مثل ما قلتي ما بتتحرك. كمان هي عندها مشكله، طب ليش ما بتتحرك؟ ما في توازن مثل ما بنقول. نحن وقت بدنا نقارن بنقارن بين 2 كتير بيشبهوا بعض بس بشغلات مختلفه. اما طفل عنده حركه كتير كتير وطفله قاعده، هو عنده مشكله وهي عندها مشكله، وجهون لحتى يمشوا مظبوط. صحيح. تمام. في هيك مقولة متداولة خلينا نقول بين الناس إنه إذا مشي بكير ما بيحكي أو العكس. تمام. هاي شو صحة هاي المعلومة؟ لا هيدي مقولة الناس مثل ما قلت. كتير كتير بتنطرح علي الفكرة بالمركز إنه صار ابني عمره 1 سنة و2 شهر ما حكى ولا حرف إلا عم يطلع أصوات عم يقع. طبعا ما دخل المشي بالنطق. كله ملكات مثل ما بنسميها. طبعا مهارة المشي دائما دائما معروفة بالشيء العلمي من 9 شهور للسنة ونص. ومع هيك في أطفال بيمشوا من 7 شهور، في أطفال بيمشوا بعد السنتين. طبعا الكلام أو اللغة مثل ما بنقول نحن عبر المخزون الكلام اللي نحن بنعبي. في بيقولوا لك أمهات أنا ما بحكي مع أولادي. لها بتطلع فيها بقول لها عادي. فالطفل كنا نحن من قبل نقول 1500 مفردة. هلأ صرنا عم نقول 2500، لأنه عقل الطفل وذكاء الطفل بيساع 3000 مفردة حتى يعطيني. في أطفال من 9 شهور بيحكوا كل شيء، وفي أطفال بعد 3 سنين بعد التقليد الكامل نحن أو تدريبنا بيحكوا كل شيء. في أطفال ما بيحكوا لـ5 سنين، بس للأمانة من عمر 2.5 سنين لـ3 سنوات نحن إذا ما سمعنا صوت ابننا في مشكلة. بس دائما دائما المشي ما له علاقة بالنطق. هن بيكملوا بعض. الحس الحركي الإدراكي المعرفي بيكملوا بعض. صحيح. بس مثل ما حكينا كثير من العادات والتقاليد منتشرة، يمكن 3/4 خطأ خلينا نقول. بس أنه دائما مثل نحكي بالختام بدنا هيك مجموعة من النصائح للأهالي مشان ما يخافوا كتير، ما يقارنوا، وبالفعل يكون عنا الأطفال أصحاء، لأنه بالأكيد يعني الاهتمام بالأطفال هو الأساس يعني. تمام. هلأ أول نصيحة طبعا المتابعة عند دكتور الأطفال، أنا كتير هذا بيهمني كطول ووزن. النصيحة الثانية انتبهي أنت كأم دائما نصائح للأم، حركة الطفل، استجابته، تواصله البصري الحسي الحركي الدقيق. إذا ماشي معك ماشي، ما ماشي قادرة تدربة بالبيت، قادرة تستشيري. طبعا نحن كتير كتير من ساعد على فكرة أنه ما تحملي طفلك، خلاه ينزل ويطلع. هذه الشغلة ضرورية جدا، لأنه أنت مدى ما حملته هي العضلات عم ترخي مثل ما بنقول، وهو بعزدين نشاطه ما أحسن مننا بكتير. معناها جملة أنه بيتعود على الحمل مزبوط. تماما تماما. أنا لو بدي طلعه شوي ونزله شوي، بس بشكل عام أنا أعطاه مقدرات تقوي عضلات إيده وإجراء. هي العضلات الحركية الحسية بالنهاية بتدخل على الإدراك المعرفي. الإدراك المعرفي بيرجع بيعطي إشارات للحركة أنه تحركي زيادة. فنحن منحاول قدر المستطاع الأمهات هالدلال بلا كتير يمشي يلعب يتوازن ينط بس ضمن الأصول.
مثل ما بنقول. الاستاذه ولاء شيخ خميس اخصائيه تربيه خاصه، شكرا كثير لك، شكرا للمعلومات المهمه، ان شاء الله يا رب هيك يكون فعلا في استفاده من قبل الامهات اللي عم يسمعونا حاليا، طبقوا هي النصائح ان شاء الله.